باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد. تحل علينا نعمته وبركته من الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور كلها دائما أبديا أمين. سعيد أحبائي أن أكون موجود معاكم في هذا اليوم المبارك، في هذا الشهر المبارك، شهر مبارك، شهر يناير مليء بالأعياد، عيد ميلاد، عيد ختان، عيد غطاس، عدوا بقى تلاقوا أعياد كثيرة وبلا عدد، أعياد الدسين بالكثرة. النهاردة عيد ماكسيموس، بعد ثلاثة أيام عيد دوماديوس، آخر الشهر أم بنطونيوس. كل سنة وانتم طيبين وربنا يتمتعكم بأفراح ميلاده وظهور الإلهي. أحبائي، الجزء اللي اتقرأ علينا من إنجيل معلمنا لوقا البشير الإصحاح الـ11، أحب أقف وقفة مع الجزء الأخير اللي قريناه النهاردة. السيد المسيح قال كده: سراج الجسد هو العين، متى كانت عينك بسيطة فجسدك كله يكون نيرا، ومتى كانت شريرة فجسدك كله يكون مظلما. أحبائي، للحواس بصفة عامة وللعين بصفة خاصة أهمية كبيرة جدا، لا أقول بالنسبة للجسد ولكن بالنسبة لحياة الإنسان. أقول ليس فقط لحياته على الأرض ولكن بالأكثر مصيره الأبدي في السماء. الحواس وبصفة خاصة العين هي نافذة الجسد على السماء والسماويات، والحواس بصفة عامة هي وسيلتنا للتقرب من الله. ولكن في نفس الوقت الحواس هي مدخل الشيطان إلى الإنسان. إن لم يضع ضابطا لحواسه وبإرادة قوية يحكم حواسه، فتكون الحواس مدخل لكل شر في حياة الإنسان. عشان كده يقول: إن كانت عينك شريرة فجسدك كله يكون مظلما. إذا كان مصدر النور ضلمة، فماذا عن باقي كيان الإنسان؟ وهنا اسمحوا لي وتحتملوني شوية أركز بسرعة قوي ولو في عناوين على بعض أنواع العين الشريرة. ربما نبقى مش مدركين أن احنا عوض أن نستخدم العين كنافذة على الروحيات، الشيطان يستخدمها كمدخل للشر في حياتنا. العين الشريرة أولا هي العين التي تبحث عن مصادر العثرة أيا كانت نوعها. ربنا يدينا إمكانيات تكنولوجية للمنفعة، ولكن بعض العيون تبحث في مصادر التكنولوجيا عن كل ما يعثر الإنسان، وبسبب العين يرى ما لا يجب أن يراه، وبسبب ما يراه يعثر الإنسان في خطايا كثيرة جدا. ضع ضابطا لعينك ألا تنفتح على كل ما هو معثر من حولك. كلنا بنعيش في نفس الظروف، وكلنا بنعيش في نفس المجتمع، ولكن الفرق كبير بين شخص وآخر. هذا يعيش في الخطية وذاك يعيش في التقوى، والسبب العين. هذا ترك لعينه بل ودفع عينه لتبحث وتفتش ولتعاين كل ما هو معثر. عشان كده السيد المسيح في الموعظة على الجبل، ولما أقول الموعظة على الجبل يعني بقول دستور المسيحية، قال لي كده: إن كانت عينك اليمنى تعثرك فاقلعها والقها عنك، لأنه خير لك أن يهلك أحد أعضائك ولا يلقى جسدك كله في جهنم. شوف الحزم الإلهي
إذا كانت العين دي هتسبب لك عسرة وتبعدك عن ربنا وتعيشك في الخطية، لا ارميها بعيد. أنا مش هقدر أقول كده. أنا أقول اضبطها، أحكمها، قول لها لأ، امنعها، فهي وجدت لأجل خلاصك، ووجدت لأجل الانفتاح على كل ما هو روحي وكل ما هو سماوي. تلاقي إنسان موجود في كنيسة، كنيسة كلها أيقونات سماء أرضية، وبعد يجي واحد يعلق يقول لي سيدنا مش ملاحظ اللبس الستات؟ أنت عملت مش بص هنا على السماويات وجاي تبص على الأرضيات، ليه سايب إيد عينك تبص لتحت ما تبصش لفوق؟ ليه غيرك ما شافش ده وما بيتكلمش عن ده؟ من فضلك اضبط عينك. أيضا من العيون الشريرة العيون المتعالية، العيون المتكبرة، والتي تنظر بتعالي للناس. وهنا يقول لي المزمور 101:5: مستكبر العين ومنتفخ القلب لا أحتمله. مستكبر العين ومنتفخ القلب لا أحتمله. نظرة متعالية سببها وراه فكر تعالي، أنا أفضل، أنا أكثر روحياً، أنا حافظ أكتر، أنا عارف أكتر، أنا مكانتي المجتمعية أكبر. فنظرة متعالية في تعاملي مع الآخر. والمشكلة بقى إنها ما تقفش على مجرد نظرة متعالية، ولكنها تصل لمرحلة أخرى من الشر، وهي النظرة المستهزئة بالغير. واحد شايف نفسه أعلى، ده نظرة متعالية، إنما واحد تاني دايما باصص للناس على أنهم أقل منه. ومقاييسه عجيبة، لأنه لا يقيس الناس بطبيعة علاقتهم بربنا، ولا يقيس الناس برحبيتهم، ولا يقيس الناس بمكانتهم عند الله بغض النظر عن مكانتهم في العالم. فيبدأ يبص للناس بنظرة مستهزئة، ربما لقلة التعليم، ربما لعدم المعرفة، ربما لقلة الخبرة، ربما لضعف القدرات، ربما للفقر. بس المشكلة الكبيرة جدا أن يصل بينا الأمر أن ننظر بنظرة مستهزئة للي ربونا وعلمونا وكبرونا، لمجرد الأب كبر في السن، ربما مجرد الأم تركيزها قل، ربما بسبب الشيخوخة بقى في أمراض عديدة وبقى عيب في نظره، وربما لطريقة كلامهم اللي بدأت تبقى أكثر بساطة وأكثر تلقائية. يتعامل يقول أصلهم ما... اوعى تقول كده، اوعى تنظر إليهم وفقا لحاضرهم وظروفهم الصحية الحالية، اوعى ينزلوا من نظرتك وتبص عليهم بنظرة استهزاء، من فضلك هم اللي عملوك. زي ما شالوك طول العمر انت مطالب وبكل فخر انك تشيلهم في عينيك وفي قلبك باقي حياتهم وباقي حياتك. عين مستهزئة بأبيها، يقول الكتاب عنها في سفر الأمثال 3:17: العين المستهزئة بأبيها والمحتقرة طاعة أمها تقورها غربان الوادي وتأكلها فراخ النسر. يا أصلها استهزئت بأب، احتقرت أم، الأب اللي ربى والأم اللي شالت. عين شريرة. العين الشريرة أيضا هي العين التي تفتش دائما عن الشر متجاهلة الخير. يا حبايبي كل واحد فينا ليه ضعفات، وأنا في ضعفات، كلنا فينا ضعفات، بس كمان ربنا ما سابش واحد فينا من غير إمكانيات روحية. بس تلاقي الشخص اللي فيه ضعفات وفيه روحيات، ناس روحيين عندهم العين البسيطة يركزوا على روحياته وإيجابياته، وواحد ليه عين شريرة ناقدة
يفتش على الضعف ويتحدث عن الضعف وينقد الضعف. ده عين شريرة. لعلنا نتذكر في هذا رب المجد يسوع عندما دخل إلى بيت الفريسي، أمثلة كثيرة جدا. وهنا هو الشخص ده فتش عن الشر متجاهل الخير. ليه؟ الفريسي لما نظر على المرأة اللي كانت بتغسل رجلين المسيح بدموعها وتمسحهم بشعر رأسها وتسكب الطيب على قدميه، قال إيه؟ أدان السيد المسيح وأدانها بالعين الشرير. لو كان هذا نبيا لعلم من هذه المرأة وما حالها أنها خاطئة. ليه كده حبيبي؟ للأسف هو نظر على الماضي ولم ينظر إلى الحاضر، نظر على الخطية الماضية ولم ينظر إلى البر الحاضر، فانتقدها وانتقد السيد المسيح. تفتش عن الشر يا أخي، ما تشوف الخير اللي قدامك، ليه عينك بس على الشر بتاع زمان؟ عكس كده السيد المسيح لما بيقدم لنا ذاته قدوة، نظر إلى اتضاعها، نظر إلى توبتها، وامتدح إيمانها، وقال لها إيمانك قد خلصك. الإنسان هي هي، ولكن النظرة مختلفة. نظرة تفتش عن الخطأ، ونظرة تفتش عن الإيجابيات. يا أخي يا حبيبي، إن أردت أن تعيش في فرح وسلام دائم مع الكل، فتش عن الإيجابيات. ليه عينيك تتشد للسلبيات رغم وجود إيجابيات كثيرة جدا؟ برضو حبيبي نبص نلاقي الأمثلة في هذا كثيرة جدا وتقابلنا في الحياة. من ضمنها العين ليس فقط التي تنظر لشر الناس دون الخير، وإنما العين التي تنظر إلى شر الناس ولا تنظر إلى شرها الذاتي. واحد ما يبصش لجوه، يبص لبره. طب ما تبص لجوه الأول. هي إيه مشكلة المرأة الممسكة في ذات الفعل؟ خاطئة، نعم خاطئة، أمسكت في الخطأ، نعم أمسكت في الخطأ. إنما الموضوع كان مختلف بالنسبة للسيد المسيح في رؤيته للأمر. هي أخطأت، نعم، ولكن من منكم بلا خطية فليرمي أولا بحجر. فيك حد بر؟ اللي بر اللي فيكم هي أخطأت، يدنها. فالعين الشريرة تنظر إلى الخارج ولا تفحص الداخل، فتدين الآخر ولا تقتني حياة التوبة، لأنها لا تحاسب النفس ولا تراجع النفس. والأمثلة كثيرة جدا. يعني لعلنا نتذكر وقت صلب السيد المسيح، كانوا اثنين. أنا هقرأ لكم النص عشان تحسوا الفرق. هم الاثنين في نفس الظروف. يقول الكتاب: وكان واحد من المذنبين المعلقين يجدف عليه قائلا: إن كنت أنت المسيح فخلص نفسك وإيانا. طب والتاني؟ التاني أجاب الآخر وانتهره قائلا: ألا تخاف الله؟ إذ أنت تحت الحكم بعينه، أما نحن فبعدل، لأننا ننال استحقاق ما فعلناه، وأما هذا فلم يفعل شيئا ليس في محله. رؤيتين: واحد ما بيحاسبش نفسه ويحاسب الناس، والتاني يراجع نفسه ويجد نفسه مستحقا للعقوبة. ومش كده وبس، وإذا قارن نفسه فيلاقي نفسه هو ينبغي أن يعاقب، أما ذاك فبار. عشان كده رأى البر والآخر رأى شر. عشان كده ببره قال: اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك. قال له: اليوم تكون معي للفردوس. ده صاحب العين البسيطة. عشان كده يقول لحبيبي: انت ايه مشغول بأخطاء الناس ليه رغم صغرها؟
ورغم بساطتها. يا أخي طلع الخشب التي في عينك حتى ترى أن تخرج القذى الذي في عين أخيك. تعرف أن رب المجد يسوع دايما كان بيتكلم من البيئة المحيطة، ففكرة القذى والخشبة دي من بيئة النجارة. يعني بيئة النجارة الأدوات الأولية البسيطة عند النجار في ذلك الزمان منشار وحاجة يسموها فارة أو ربوب كده اللي هو بينعم المنشار وبينشر بيطلع بودرة رفيعة تدخل العين، والفارة اللي بتنظف بيطلع قشرة خشب كده. فواحد دخلت في عينه قشرة من الخشب الكبيرة دي ويقول لأخوه تعالى ما طلع لك الترباية اللي في عينك دي. يا أخي طب طلع الخشب اللي في عينك عشان تشوف. أحبائي إن كانت عينك بسيطة فجسدك كله يكون نيرا، وإن كانت عينك مظلمة شريرة فجسدك كله يكون مظلما. فلنصلي ولنجاهد أن نتجنب العيون الشريرة ونقتني بساطة النظرة الممتلئة حبا، الممتلئة رأفة وشفقة على الغير. ولإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وكل أوان وإلى دهر الدور كلها دائما أبديا آمين. نية خير.